نحن كالجمعية السورية لدعم أسر الشهداء تموز بدأنا العمل بهذا العام 2016-2017 بجمع تبرعات لمشاريعنا العام القادم. نحن كل سنة بالحفل السنوي بنبتدي بفعالية فنية. نحن رسالة الجمعية هي مو بس جمع تبرعات، الحقيقة نحن عنا رسالة اجتماعية وأخلاقية قبل ما تكون مادية. نحن اليوم واجبنا دعم هالأسر الشهداء اللي هن سميتهم أنت بالعظام وهن أكثر من عظام، هن اللي اليوم خلونا عم نحتفل ونشوف علم سوريا مرفوع وإن شاء الله هيضل مرفوع. اليوم الحفل انطلق لنعلن بداية حملة التكريم عائلات الشهداء. نحن رح ننطلق بتكريم 3000 عائلة شهيد، وفي عنا عدة مشاريع منها تربوية وتعليمية. نحن رح السنة رح نبدأ إن شاء الله بإعطاء منح لأبناء الشهداء للدراسة بالجامعات ومعاهد وتأمين وظائف لهم إن شاء الله. أنا أول مرة بشارك بهيك مسرحية غنائية وطنية ومبسوط كتير فيها. تعبنا 10 أيام بروفات مع الأستاذ زهر والعربي والأستاذ نبال بشير مع الأستاذ باسم ياخور مع ليندا بيطار ورويد عطي والشباب كلهم. تعبنا كتير بس الحمد لله أنه يعني طلعنا كلنا نزلنا عن الخشبي مبسوطين وكأنه أسرة وحدي. وشكرا للراقصين اللي كانوا عم يرقصوا معنا. شيء جميل أنه فينا نشارك بشيء لأبناء الشهداء يلي أهاليهم ضحوا كرمالنا، ولو ما أهاليهم ما كنا هلا عم نعمل لقاءات وما كنا عم نغني وما كنا عم ننبسط. إن شاء الله يا رب. بعد كمان بكرة في عرض وبعد بكرة في عرض، وبدي تشكر كتير جمعية تموز يلي تعبت كتير كرمال العرض يلي هي كانت الفكرة فكرة الدكتور علي تركماني والدكتور مازن حميدي ومدام ديما. إن شاء الله أنتوا تكونوا حبيتوها وإن شاء الله يا رب فينا هيك نزرع البسمة يا أبناء الشهداء. الرسالة إنه الجيش السوري مو بس عم بيقاتل كرمال هلا، كرمال تاريخ سوريا الكبير وكرمال حضارة سوريا الكبير. العرض هو ربط بين الماضي والحاضر. كنت أنا من الماضي أوغريت، شخصية أوغريت اللي أنا كتير بعتز أني أنا كنت عم مثلها. والأهم من كل هذا أنه هي الفعالية دعم لأسر الشهداء، لنرد لهم لو يمكن شو ما عملنا ما من كافيهم، بس لنحسسهم أنه نحن حاسين فيهم، ونحن لو كلمة شكر صغيرة على اللي قدموه، لأنه لولا ما قدموا أولادهم نحن ما كنا هون أكيد. الرسالة تبع الأوبريت بتطير العقل، أنه سوريا ومن 10,000 سنة من زمن أوغريت، زمن أبولودور الدمشقي، زمن زنوبيا، زمن بعدين يوسف العظمي، لا نوصل للحظة هاي وجيشنا العظيم اللي مفروض نحن كشعب كلياتنا نكون إيد واحدة لندعم هذا الجيش، لنخلص من هالمؤامرة الكبيرة على سوريا، لنرجع نعيش بأمان ونعيش مثل ما كنا عايشين بألف ألف خير. النصر جاي بالدم الغالي، نصرك مضمونة على دلعونا وعلى دلعونا. يا جيش بلادي يا نور عيونا، انت الورد وحد السيد واسم شجر الزيتون.